في منتصف رحلة حياتنا على أمل ألا يكون لدينا متوسط العمر المتوقع الحالي ببوروندي، وجدت نفسي في صف من الأرفف في ذات الإضاءة الساطعة، حيث وجدت على الفور محطة اللحام الرقمية ومجموعة إزالة اللحام بإسفنجة تنظيف ومماقط. مع اليقين الواعي والخادع لعقد صفقة، أودعت على لفة القضية رقم 666 مشحمة ببيضة بطولية سقطت على الحقل في انتظار قارئ الباركود لتحويلها إلى صوت صفير باهظ الثمن وغير مفيد في الوقت الحالي. بشكل عام، للقيام باللحام الكهربائي والإلكتروني بشكل صحيح، من المهم أن اختر مكواة لحام بقوة ودرجة حرارة مناسبة لنوع اللحام الذي تقوم به. إذا كانت درجة الحرارة عالية جدا، فإنك تخاطر بإتلاف المكونات الإلكترونية، بينما إذا كانت منخفضة جدا، فقد لا يلتصق اللحام بشكل صحيح. تحقق من أن الأسطح المرادة لحامها نظيفة وخالية من الأكسيد وشوائب الأخرى، ومن المحتمل أن يتم تنظيفها باستخدام مزيل الأكسدة مثل معجون اللحام، والذي يسمى أيضا معجون تدفق. استخدم سلكا من القصدير عالي جودة، عادة مع سبيكة من القصدير بنسبة 60% مع قلب التدفق والحجم المناسب. يجب اختيار قطر سلك القصدير وفقا لحجم المكونات الكهربائية أو الإلكترونية المراد لحامها، واللون يفضل أن يكون لونه رمادي فاتح ساطع، مما يدل على عدم أكسدة السطح وبالتالي جودة السبيكة. تحقق من أن طرف مكواة اللحام نظيف عن طريق إزالة أي بقايا من القصدير باستخدام الإسفنج المناسب. قم بتسخين مكواة اللحام لبضع دقائق قبل استخدامها للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة، ليتم ضبطها إن أمكن بين 200 و450 درجة بناء على نوع اللحام والمكونات المراد لحامها. ضع سلك القصدير على سطح اللحام، ربما بالقرب من نقطة اللحام المسخنة بحديد اللحام، دون المبالغة في كمية القصدير التي يمكن أن تخلق جسورا من القصدير بين المكونات. لا تتنفس الأدخنة، ربما تعمل في بيئة جيدة التهوية أو حتى أفضل باستخدام شفاط للأبخرة السامة وليس لها أي تأثير عقلي لأي شخص يبحث عنها. حاول ألا تحرك المكون الإلكتروني عندما لا يزال القصدير منصهرا حتى لا تتنازل عن انضغاط اللحام. أخيرا تحقق من النتيجة وتحقق من عدم وجود دوائر قصيرة أو جسور من الصفيح. أثناء إزالة المكونات الإلكترونية المعلبة بالقصدير أو ديسولدر، هناك عدة طرق. استخدام مضخة تفريغ تخلق فراغا يمتص القصدير المصهور من اللحام المصهور بواسطة مكواة اللحام. استخدام مكواة لحام كهربائية تتكون من طرف تسخين ومضخة تفريغ. استخدم جديلة إزالة اللحام المصنوعة من جديلة نحاسية رفيعة مطفرة تمتص القصدير المنصهر عند تسخينها بواسطة مكواة لحام بعد وضعها على اللحام الذي ترغب في إزالته. استخدم مكواة لحام بالهواء الساخن لإذابة اللحام وإزالة المكون، ثم إزالة القصدير باستخدام جديلة إزالة اللحام أو مضخة تفريغ. من الواضح أن كل شيء من ذوي الخبرة سيصبح أبسط وأكثر دقة وأسرع في القيام به. بالنسبة لمحطة اللحام وجميع معدات باركسايد الأخرى المزعة في متاجر ليدل للتخفيضات المستخدمة في هذا الفيديو، فقد أثبتت أنها مناسبة لأعمال دي أي واي الصغيرة العرضية، ومكواة اللحام على وجه الخصوص لديها طاقة كافية للعمل بسهولة على الأقسام من الأسلاك الكهربائية حتى 2 ملم. تتوافق جودة البناء مع النطاق السعري، ويمكن أخذ كل شيء في الاعتبار من قبل أولئك الذين يرغبون في الحصول على كل ما يحتاجون إليه لبدء اللحام في المجالات الكهربائية والإلكترونية من خلال إنفاق بضع عشرات من اليورو. شكرا لمشاهدة الفيديو حتى الآن، أتمنى أن أكون متعاونا واستمتعت بسرور. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بالمشاركة أو التعليق أو الإعجاب أو الاطلاع على مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بنا وتقديم الشكر الفائق والاشتراك في القناة. شكرا على الدعم، وداعا وداعا.